شاركت مملكه البحرين في المؤتمر السنوي الرائد لمطوري ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات لشركه مايكروسوفت الذي اقيم في مدينه سياتل بالولايات المتحده الامريكيه. المؤتمر شهد حضور نخبه واسعه من المختصين بقطاع التكنولوجيا، وخلال المؤتمر تم استعراض تجربه مملكه البحرين في تبني وتفعيل سياسه الحوسبه السحابيه منذ العام 2017، وتقديمها للخدمات الحكوميه عبر السحابه الوطنيه السحابيه. أولاً، هذا وتمّ خلال المؤتمر تسليط الضوء على دور هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في استكمال عملية الانتقال الكلي للمؤسسات الحكومية للعمل ضمن بيئة الحوسبة السحابية